احنا بعيد قوي عن الارقام دي يا ابو حميد. يعني لسه والله، يعني قبل ما ارحب بيك بصراحه يعني انا تهت مع الارقام وسرحت كده. ارقام كبيره يعني. الارقام كبيره قوي صح، احنا بعيد جدا جدا. مع ان احنا يعني لما تيجي تبص على افريقيا، مش بتكلم بس على مصر، رغم انه مصر تمتلك، مش عايز اقول اقوى، لكن اقول واحد من اقوى الدوريات العربيه والافريقيه، وابقى كده بظلم كمان الانديه المصريه، لكن الحقيقه تتكلم على شعبيه وجماهيريه طاغيه، تتكلم على ملاعب وامكانيات وبنيه تحتيه ما نقلش بصراحه على الاقل عن امريكا الجنوبيه، مش هقول لك اوروبا، لكن ما نقلش عن، تتكلم على مواهب ولاعيبه كوره، انت الحقيقه يعني افريقيا كلها والاهلي بشكل خاص على المستوى العالمي نتائجه مع معظم ابطال العالم زي ما الفرنسويين بيقولوا تاتا تات، راس براس. ايه اللي ناقصنا عشان يعني يبقى في جاب كبيره كده؟ معلش انا تايه معاك بسؤال صعب، بس حظك جه كده يعني. لا لا اكيد مفيش شك، طبعا ببقى سعيد. انا منور الدنيا يا احمد، واهلا بيك ومبروك طبعا التاهل النهائي. الحمد لله الحمد لله. طبعا ده يعني يمكن انا شايف في اخر سنتين ثلاثه يمكن الدوله المصريه متوجهه بشكل كبير جدا للرياضه، وده يمكن البنيه التحتيه اللي على مستوى الرياضه في مصر يمكن بقى لها سنتين او ثلاث سنين اعتقد ان هي ماشيه بخطى ثابته، وده ظهر اكبر في استاد العاصمه بصراحه. أيوة. ان انت تبقى عندك استاد ضخم شبه ده مع اللي بي بي بيدي الصوره بشكل كبير جدا واللي مشرف مصر دايما هو النادي الاهلي. طبعا دايما ارقامنا ممكن تكاد تكون بعيده عن الدول الثانيه اللي حضرتك اتكلمت فيها، لكن النادي الاهلي دايما هو اللي مشرف مصر، دايما هو اللي في المحافل الدوليه بيبقى موجود، دايما هو المنافس من اكبر الفرق سواء كاس عالم الانديه او على مستوى افريقيا او على مستوى الوطن العربي، والنادي الاهلي دايما حاصد للبطولات ويبقى ند قوي للفرق دي، وده ظهر اكتر من في اكتر من بطوله، وكان طبعا من اهمها اللي بيشارك فيها دايما النادي الاهلي هو كاس عالم الانديه، وتلعب ريال مدريد، تلعب بايرن، تلعب برشلونه، تلعب مانشستر يونايتد، دايما النادي الاهلي في المحافل الدوليه بيبقى موجود اكيد يعني. خليني ابدا بماتش مازيمبي معاك. فوز عريض، وان كان الحقيقه مع الرأفه من وجهه نظري كنت شايف الاهلي يقدر يخرج من الماتش ده بسكور، لكن سيبك من النتيجه لانه النتيجه في النهايه هتترجمها بالتاهل للمباراه النهائيه وده الاهم بالنسبه للجمهور، لكن خليني اكلمك على مستوى الاداء. ازاي شفت اداء النادي الاهلي لمباراته الاخيره مع مازيمبي؟ ايه اللي عجبك؟ ايه النقاط الايجابيه اللي تقدر تبني عليها وانت رايح خلاص لمباراتين فاينل في مواجهه الترجي؟ هو انا في المباريات اللي هي اللي بتبقى سيمي فاينل وداخل على الفاينل دي بتتكلم زي ما بنتكلم دايما قبل اي مباراه من دي، بتتكلم على شوطين، هو الشوط الاول هناك مباراه الذهاب والشوط الثاني اللي بيبقى في مصر، ان المباراتين مرتبطين ببعض. اعتقد ان مستر كولر اتعامل بذكاء شديد جدا في المباراه اللي كانت خارج الملعب مع فريق مازيمبي، وخصوصا بتتكلم ان فريق مازيمبي قد يكون بقى له 3 سنين بعيد عن المشهد دوت، لكن فريق قوي عنده انياب. كل الفرق اللي لعبت قدامه على ملعبه اشتكت وعانت يعني طبعا. يعني ما فيش فريق في افريقيا كان قوي، كان صغير، كان حديث العهد، كان صاحب تاريخ، لعب في 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 كونغو قدام مازيمبي ما اشتكاش او ما عانيش الحقيقه. عشان كده انا بقول ان نتيجه التعادل هناك مع مازيمبي دي انا بشوف ان هي كانت نتيجه ايجابيه، دي سهلت عليك حتى المباراه اللي في مصر، لكن ما كنتش برضو تدي الاطمئنان لفريق مازيمبي، لان فريق مازيمبي ارقامه كويسه، فريق مازيمبي عنده انياب هجوميه زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي عنده مفاتيح لعب، فريق مازيمبي عنده مفاتيح لعب، فرق من الفرق في افريقيا فرق الرخمه بلغه الكوره كده، ان هي هتصعب عليك ان انت يبقى عندك مساحات ان انت تقدر تلعب عليها، هتقفل عليك من على جنب الملعب، ليها قوه هجوميه بشكل كبير، ارقامها زي ما بقول لحضرتك بتقدر تحرز اهداف صعبه جدا على ملعبها ان انت تقدر تحرز فيها هدف، وده ظهر مع النادي الاهلي. لكن برضو يحسب للخط دفاع النادي الاهلي والطريقه اللي لعب بيها مستر كولر التوازن بين الدفاع والهجوم، قدر الراجل ده اللي انا كنت بتكلم فيه دايما قبل المباراه اللي هناك وقبل المباراه اللي هنا، طول ما انت ما بيجيش فيك اهداف في خصوصا المباريات دي انت ممكن تجيب هدف في اي وقت، وده اللي ظهر ده اللي ظهر عليه فريق النادي الاهلي في مباراه العوده، ان انت خلاص طول ما انت ما بيجيش فيك اهداف وقدرت تدافع بشكل كويس، يمكن بغض النظر عن الهدف واللي اتلغى من لمسه اليد، اعتقد ان بعد الكوره دي بالذات الهدف ده لما جه كان مصدر فرحه لكتير قوي.
في ناس كتير اتكشفت وبانت في لا انا ناس جنبي اتكشفت يعني في ناس جنبك الناس انا مش مصدق بصراحه. انا بصراحه جالي حاله ذهول لما انا ببقى قاعد بتفرج وناس كتير قاعده بتتفرج بان ايه الغل ده وايه الفرحه دي ان انت. فبديت ابص للناس دي كده ايه اللي هو ايه يعني مش فاهم يعني اي حد قصاد ان الاهلي بيتشجع يعني بس للدرجه. بس ده طبيعي. هقول لك ليه هو طبيعي ومش طبيعي. اللي مش طبيعي انك تشوف نادي مصري وتشوف ولاد بلدك بيلعبوا وشايلين اسم مصر قبل ما يكون شايلين علم ناديهم وتفرح انه حد تاني يكسبه. لكن الطبيعي برضو لانه بيني وبينك برضو ما هو حاجه يعني مصدر كبير جدا مصادر الاحباط انه ما يبقاش في حاجه منوره غير الاهلي. يعني هو الاهلي على طول اللي بيفوز بالبطولات، هو الاهلي على طول اللي بيلعب في كاس العالم، هو الاهلي على طول هو اللي بيكسب ابطال القارات، هو الاهلي على طول اللي ياخد لقب افريقيا وصاحب الارقام القياسيه مش بس في كره القدم. يعني ما تعكننش علينا في كره القدم، انت رايح تلعب كاس عالم فولي ورايح تلعب كاس عالم فوتبول ورايح تلعب كاس عالم هاندبول وان شاء الله رايح تلعب كاس. فده الى حد ما برضه ضغط ضغط ضغط. لازم الناس الضغط يولد ايه يا ابو حميد؟ الانفجار. فلازم اللحظه دي ينفجر فيها الناس كلها. لا انا اصل انا بحط نفسي في يعني حطيت نفسي في مواقف. لا ما ينفعش انا اقول لحضرتك انا حطيت نفسي في مواقف كتير جدا وكنت براعي شعور. لا انت بتراعي يعني شعور لانك انت الفوز بالنسبه لك ما فيهوش حاجه جديده. انت الفوز ده بالنسبه لك هو الطبيعي العادي او الاستثناء انك ما تتوجش، ما تفوزش بلقب، ما تفوزش في بطوله. انت راجل شبعان بطولات. لكن اللي بيبقى محروم دايما من البطوله هو دايما اللي بيبقى مستني لحظه الفرحه دي، ولما ما بتجيلوش بيبقى مستني لو مش قادر انا افرح على الاقل الغريم التقليدي او المنافس بتاعي هو كمان ما يفرحش. فاهم؟ لا انا فاهم المنطق. أنا مش بكلم حضرتك انا مش بكلم حضرتك في سنه او اثنين او ثلاثه براعي شعور الفريق الخصم. يعني انا بكلمك في 24 سنه انا مراعي في شعور الجانب الاخر في حتى في رده فعلي. أيوة. لكن انا من جوايا طبيعي اي فريق هيمثل مصر، اي فريق هيشرف مصر بلغه الكلمه انا اكيد هبقى داعم ليه بشكل كبير. وانا هكلمك لو هتكلم جد يعني لو عايزين نتكلم جد كلنا بصراحه يعني ال 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 التطرف ده التعصب ده يمكن يكون عند البعض مبرر ولانه شايف انه ملوش اي تبرير منطقي او موضوعي، لكن خطورته الحقيقيه انها بتاثر في اللي جاي بعد. يعني انت ان اجلا او عاجلا هتبطل كوره او سنك او حالتك الصحيه ربنا يديكوا يدينا الصحه وطوله العمر، لكن انت بتورث اللي جاي من بعدك انه اكره الناجح، ما تنتميش لابن بلدك، بتكرس معاني اعتقد انك لو رجعت نفسك فيها 100 مره هتعيد حساباتك كتير جدا جدا قبل ما تفكر انك تعمل ده حتى لو بشكل علني. ما عنديش مانع انه بينك وبين نفسك تبقى كده، لكن انك في العلن اعتقد دي فيها مشكله كبيره جدا. واعتقد ان دي بتزود من شعبيه النادي الاهلي. دي اللي انا بتكلم فيها دايما، كتر النجاحات كتر طابع الاستقرار اللي موجود داخل النادي. أيوه. ده بيتنقل الطابع دوت كتر المنافسات، ان انت دايما فريق بتسعد جماهيرك، اداره بتسعد جماهيرها، جهاز فني بيسعد جماهيره وبيتكلم في الاخر ببطوله. طب ده بيزيد من شعبيتك. هقول لك حاجه بصراحه، انا اتمنى انه جماهيريه الانديه في مصر تبقى اضعاف مضاعفه. يعني انا طبعا بحكم ان انا بحب وبشجع النادي الاهلي فرحان بجماهير النادي الاهلي اللي واثق انها ملايين في كل حته في الارض، لكن انا نفسي يبقى في ملايين بتشجع المصري وملايين بتشجع الاتحاد وملايين بتشجع الاسماعيلي. هم عندهم جماهير، بس اقصد اقول انه القاعده الجماهيريه بتاعتهم تنتشر، لانه اكتساح الاهلي في ال 20 سنه الاخيره خلى كل اللي طالع مش شايف قدام عينه غير النادي الاهلي. هو ده اللي انا اتكلمت والقصه دي في قصه الانتماء والحب في الكوره بالذات في الكوره لا تورث. يعني لا تورث. ما ينفعش اجبر ولادي على ان هم يطلعوا يشجعوا وهم شايفين الاهلي بياكل الاخضر واليابس، وهو شايفين الاهلي بيلعب في كاس عالم وبيكسب وبيحقق مكاسب مع ابطال عالم وبيحقق بطولات افريقيا. صعب جدا ان ده يحصل. لا كمان انت كنادي انت بترفع من قيمتك التسويقيه، يعني بترفع من قيمتك انت ليه كل السبونسرز والاعلانات وكل الشعبيه رايحه على النادي الاهلي؟ يعني ممكن هنقول الشعبيه الكبيره دي راجع او ناتج عن بطولات او تحقيق بطولات كبير جدا، مش على مستوى السنه دي، ده بنتكلم على مستوى السنين ال 20 سنه الاخيره او على ما قبل الاجيال اللي قدرت تحقق انجازات مع النادي الاهلي. فكل ده بيزيد شعبيتك، زائد ان انت تكاد تكون النادي الاهلي الوحيد
اللي ليه موارد وليه مصروفات يعني. دايما النادي الاهلي خزنته حتى دايما. حتى دي بيتقال فيها كلام طبعا يعني، حتى دي بيتقال لك ايه، هو ليه الدعم راح لنادي الاهلي، هو ليه النادي الاهلي اللي كل الامكانيات متوفره ليه. وسيبك مش هتناقش معاه في انه النجاح هو اللي بيسبب، او النجاح هو السبب الرئيسي في انه الاهلي يتمتع بامكانيات ماديه معقوله. يعني انت لما تيجي تقارن منافسه الاهلي على المستوى العالمي هتلاقي انه النادي الاهلي رغم انجازاته الكبيره جدا الحقيقه دي، لكنه الاقل من حيث القيمه التسويقيه والاقل من حيث الامكانيات الماديه. رغم كده بيقدر يكسب فرق قيمتها التسويقيه اضعاف اضعاف، بتصل في بعض الاوقات ل 10 اضعاف. فرقه اتحاد جده اللي احنا كسبناها قيمتها التسويقيه تقريبا تصل لحوالي 5 اضعاف النادي الاهلي. فريق الهلال السعودي اضعاف اضعاف، مونتري المكسيكي اضعاف اضعاف، سياتل ساوندز. لكن هي قصه مش بالفلوس بس، القصه في سياسه، في منهج اداره، في اسلوب انك انت تحط بجد جوه كل واحد جوه منتمي للكيان الاحساس بانه قادر دايما على تحقيق اللقب والمنافسه. هو كمان راجع للقاعده الجماهيريه اللي عندك، لان انا كسبونسرز وبحسبها طبعًا. انا بحسبها عن نفسي زي ما هنتكلم كده. لو بتتكلم في دوري انجليزي اللي هو اقوى دوري في العالم، باعلى قيمه تسويقيه او اعلى نادي يقدر ان هو يحقق موارد او دخل او سبونسرز او اعلانات هو مش مانشستر سيتي، هو مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد ودايما ما بياخدش ولا دوري ولا بيشارك في دوري ابطال اوروبا ولا، لكن هو الاعلى لانه اكثر شعبيه. فدايما لو انا صاحب منتج معين مثلا اكيد هروح للنادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيلعب في بطولات عالميه، بيلعب دايما في بطوله افريقيا، دايما بيقدر يحرز البطوله، دايما البانر بتاعه دايما جماهيره طبعًا. بتساند رعاته يعني طبعًا. جمهور الاهلي انا بعرف والله بكلمك ناس كتير جدا ما تيجي تشتري منتج مثلا يبقى قدامها منتجات كتير جدا، بكلمك على مستوى المنتجات الصغيره جدا وعلى مستوى المنتجات الكبيره جدا، بتروح على ده. فليه ده؟ عشان ده راعي النادي الاهلي طبعًا. ده جزء كبير جدا، شريحه عريضه من جماهير النادي الاهلي فكرها يقول لك ده الطريقه اللي انا ساند بيها النادي بتاعي. ده 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 هنقول ده شق مثلا من جزء الموارد اللي بتخش للنادي الاهلي. يعني عندك على الجانب الاخر اي بطوله بتقدر تشارك فيها، وخصوصا على ما اتذكر ان انت لما حققت العلامه الكامله خدت 5 بطولات على مدار الموسم، دخل لك 15 مليون دولار ان انت تخش لك خزينه النادي. ما فيش نادي في مصر بيخش له الكم، دايما الانديه في مصر بتصرف وما فيش عائد. دايما نادي اي نادي حتى سواء الانديه الخاصه او الانديه الجمعيه العموميه او الانديه الشركات اعتقد ان هم بيصرفوا مصاريف كبير، بيصرفوا مصاريف كبيره جدا، لكن ما فيش العائد اللي بيعوض ده. لكن انا شايف كل الانجازات دي بتزود من قاعده الجماهيريه للنادي الاهلي على مدار ال 20 سنه ولسه كبيرة. ولسه ان شاء الله اللي جاي دايما احلى. تؤمن بالاستنساخ في كره القدم؟ لا ما تؤمنش. طب انا هوريك لقطه كده وقول لي بعدها اذا كنت هتؤمن ولا هتفضل على رايك ولا هتغير من موقفك. تعالوا نشوف اللقطه دي مع حضراتكم. هي حاجه مش بعيده قوي يعني، هي حاجه حصلت من قريب بالنسبه لنا احنا، لكنها حصلت من بعيد بالنسبه للقطه اللي انتوا هتشوفوها. قارنوها وشوفوها مشهد بمشهد، ثانيه بثانيه، فريم بفريم، وقولوا لي لو ممكن تكون بتفكركم بحاجه حصلت عندنا هنا قريب ولا لا. تعالوا نشوف معاكم. غيرت رايك ولا ثابت؟ غيرت. تعال نشوفها بالبطيء بقى. تعال نشوف بطيء وحقيقي. هل متمرنين عليها؟ هل شايفينها ومتفقين عليها؟ ما عنديش شك انه الاجابه لا قطعا طبعا، لكن سبحان الله ناس كتير جدا شافت اللقطه دي وشافت هدف الاهلي الثاني في مباراه مازيمبي. تعال نشوف اللقطه. امام عاشور، امام عاشور بيستلم الكره. امام عاشور بيستلم الكره، مش عارف طبعا مش شايف الكادر ده مين. دي نيلسون لانه لاعب هو بالظبط بياخدها المعلول اللي هو بيتقمص دوره هنا ريفالدو، ثم الكروس من نفس المكان بنفس الطريقه ونفس القوه والارتفاع لاسامه ابو علي اللي بيسجل الهدف الثاني. مازيمبي صحيح ولا ايه؟ صراحه صح، غريبه جدا نفس صح؟ نفس الهدف. نفس الهدف طبعا. هدف صعب. طبعا رونالدو نازاريو، رونالدو الاصل والتاني الصورة. رونالدو واحد من أعظم، إن لم يكن من وجهة نظري أعظم نمرة 9 جت في تاريخ كرة القدم. حط طبعا وكان واحد من أساطير البرازيل طبعا وريال مدريد والإنتر والبارسا، نجم كبير جدا أكيد. على الجانب الآخر أنا بشيد بعلي معلول بصراحة. بتشيد بعلي معلول طبعا بشيد بعلي معلول هو مستهدف علي الفترة الأخيرة شوية، يعني الضغط عليه كبير واستهدافه معنويا كبير جدا. كبر مش قادر يجيب مستواه،
مش هو علي مقلول اللي احنا نعرفه، مش هو، رغم ان الانفعاليه والتاثير علي يعني الماتش ده بالذات انت بتتكلم على اسيست منعم واسيست وسام الاصعب طبعا واللي بيترجم قدرات علي معلول بشكل كبير جدا، ودي اللي انا بقول عليها يمكن ربنا كافئه، يمكن ربنا كافئه لان هو كان مؤدي بشكل كويس ودفاعيا كمان في الماتش ده كان هايل. ده اللي كنا حتى برضو بنتكلم فيه، ان انت دايما الجانب بتاع او المركز بتاع فريق مازيمبي او القوه الهجوميه بتبقى من ناحيه علي معلول، وده بيحسب لعلي ان هو في المباراه الاولانيه دافع بشكل كويس، وده برضو تلاقي الناس كتير بتتكلم عن علي عنده النزعه الهجوميه، علي وراه بيبقى فاضي، لكن هو قدر يتعامل بذكاء شديد جدا، موزع مجهوده بشكل كويس على مدار 90 دقيقه، راجع للخبرات الكبيره سواء الدوليه او المحليه اللي عند علي، وده اللي بيفرق معاه بشكل كبير، زائد ان زي ما بقول ان ربنا كلل مجهود اكرم توفيق بالهدف، لان اكرم من هو ربنا ما دخلش على حد بكرمه في الماتش ده. يعني امام نزل في 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 حته قد كده من المباراه وجاي من غياب طويل، عمل اسيستين او بري اسيست واسيست ولا اروع، الاسيست بتاع اكرم توفيق الملعب كله بما فيهم مازيمبي والجمهور اترقص، يعني الوحيد اللي ما اترقصش في الكره دي هو اكرم، والبري اسيست بتاع علي معلول برده يعني لمستين بجونين. اللي فرق كمان حتى مع اداء النادي الاهلي الهدف الاولاني، الهدف الاولاني خلى فريق مازيمبي طبعا فرق بشكل كبير، حتى حتته دي لعبته دي القطعه القريبه دي اللي دايما بنستناه من عبد المنعم، مهاجم طبعا جواه، حتى انت عارف ان هو مهاجم اصلا، تحويله الراس لا ماشي، لا منعم مبتدي مهاجم في الناشئين في الناشئين، لا بس سيرد باك طبعا ما شاء الله يعني حاجه، هو سيرد باك ما فيش عليه غبار، بس عنده حته اللي هي عارف قلبك بينزل دي ويطلع تاني ليه يا من ليه يا من لكن طبعا هو لا انا بشوف منعم بنسبه 95% مركز على نفسه بشكل كويس، وارد ان هو يبقى الفتره الاخيره في ضغط مباريات شديد جدا من سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي، خصوصا على رامي وعلى عبد المنعم طبعا، والاثنين فورمه الحقيقه بصراحه شايلين شيله تقيله قوي، لما بيبقوا في حالتهم بيفرقوا مع اداء النادي الاهلي، وده دايما اللي بنتكلم فيه دايما، ان انت النادي الاهلي من اقوى خطوطه وخط الدفاع بحراسه المرمى طبعا ربنا يرجعه بالسلامه الشناوي، وبشيد طبعا بمصطفى شوبير طبعا، لا الراجل المناسب في المكان المناسب، انت مصطفى ما شاء الله بيثبت مباراه بعد مباراه ان هو جدير ان هو يحرس مرمى النادي الاهلي ومش بعيد عليه منتخب بصراحه مصر. بصراحه نسبه كبيره، مش عايز احدد يعني، بس نسبه كبيره ما كاتش كانت شايفه شوبير يقدر يعني يشيل غياب الشناوي، لكن ما كاتش متوقعه الفورمه دي، يعني شوبير فاجئ نفسه وفاجئ جماهير النادي الاهلي كلها، ممكن انا عشان مركز بشكل كبير مع اي لاعب في شخصيته، مش بركز في مستواه الفني داخل الملعب، لكن مع شخصيه زي مصطفى شوبير كنت متوقع له ان هو ممكن يوصل وهيوصل لابعد من كده كمان طبعا، يعني صغير 24 سنه، انا اتوقع عشان كابتن شوبير ما يزعلش مني اتوقع ان هو هيعدي كابتن شوبير، هيعدي كابتن شوبير، هيعدي لا ما يزعلش شوبير، اعتقد شوبير الكبير يفرح لحاجه كده فانا بقول لكابتن شوبير يعني افرح ان انت باباه، مش هو يفرح ان هو ابنك يعني حقيقي فلا ما شاء الله، يعني حتى كمان لما اي حد بيطلع بيشكر في مصطفى شوبير بيديله مسؤوليه اكبر، مش بيديله غرور ولا تعالي ولا حتى هبوط في المستوى، فاعتقد ان شخصيه زي مصطفى شوبير والحمد لله كمان، يعني هو الشناوي بيتدرب ومفروض هينزل تدريب جماعي اعتقد يوم بكره، اعتقد هيشارك بكره في تمرينه الاهلي الجماعيه، فوجود الاثنين مع بعض قبل مباراه الترجي وقبل ضغط ماتشات، انت داخل على ضغط مباريات ناريه يعني الحقيقه في الفتره اللي جايه، يعني انا اتمنى ان الناس بس تهدى شويه يعني اتمنى الناس تهدى شويه، لان اللي في صالح الفرقه هو اكيد اللي الجهاز الفني هيعمله، ده اللي انا باكد عليه، فالناس تهدى شويه، هو اللي بياكدوا لي انه كمان الشناوي بيشارك في تدريبات الجماعيه بقاله اسبوع تقريبا، هو مشارك من قبل مباراه مازيمبي العوده، هو مشارك، ده اللي انا عرفت يعني ان الشناوي من قبل مباراه مازيمبي بتاعه العوده هو كان مش عارف لعب امبارح كان في تراي ماتش هل شارك فيه، لو عندنا بس معلومه تاكدوا لنا فيها الشناوي شارك في التراي ماتش امبارح كان في تقسيمه او مباراه 30 30 بين البودلة واللعيبه اللي نزلت كبودلة في المباراه بتاعت مازيمبي واللعيبه اللي ما شاركتش، واللاعبين اللي راجعين من الاصابه شارك فيها مروان عطيه، شارك فيها اليو ديانج ومجموعه من اللعيبه الشباب عشان يعني يبقوا
رجليهم في الملعب يعني. يمكن في مكاسب، انا بشوف ان هي مكاسب غير المكسب بتاعك وان انت تتاهل الفاينل، هي عوده امام. أيوة. يعني عوده امام بنتكلم في مكاسب، عوده الشناوي للتدريبات، عوده حسين الشحات للتدريبات، اعتقد ان ياسر ابراهيم بدا برضو يخش ان ياسر شاء الله. ياسر كان عندنا تاكيدات من دكتور احمد جاب الله انه بعد ماتش مازيمبي اللي هو اتلعب ده ياسر هيخش تدريبات جماعيه برضو. كل ده بيصب في مصلحه الفريق. تقريبا السكواد بتاعك الحمد لله لاول مره من فتره طويله خالي زيرو اصابات. هو ده اللي انا بتمناه، ان انت دايما سكواد النادي الاهلي لما يعني كانت عوده رضا سليم برضو ايجابيه. أيوة. مشاركه عبد القادر في المباراتين اعتقد ان هو ادى بشكل كبير. سيبك من ادى بشكل كبير، شايفه اتطور، شايف اداء عبد القادر في اخر ثلاث ماتشات تحديدا، شايف عبد القادر في جديد؟ يعني احنا عارفين عبد القادر كواليتي حلو، لكن شايف تطور في طريقه لعبه او في حاجات؟ انا كان عتابي على عبد القادر ان العقليه وكيفيه التعامل مع الاستمراريه، لان ده اللي هيديك افضليه حتى على مستوى ان الراجل يبقى واثق فيه بشكل دائم. ايوه. وهيديك منافسه مع الناس اللي بتلعب معاها. المنافسه بقت نار في طبعًا. الخط النص وخط الهجوم، الخط الامامي انت كل اللعيبه عندك فورمه، كل اللعيبه حتى اللي ما كانش بيشارك، اللعيبه اللي شاركت في مباراه مازيمبي هناك وانت مش مشارك منك ثلاث او اربع لعيبه من العناصر الاساسيه ادوا بشكل كويس جدا. عشان كده كان من اهمهم كان عبد القادر شارك في ماتش العوده، فاعتقد عوده بيرسيتاو كانت ولا اروع. طب يعني هرجع للاستنساخ عشان ادي وسام برضو حقه بصراحه، انه جول صعب جدا يعني، جول بستايل عالمي ما بيجيبوش غير مهاجمين. طبعا لسه احنا بنقول انه دي مقدمات لقصه نجاح لوسام، وسام طبعا مستنيين منه كتير ونتمنى انه يحافظ على نفسه ويقدر يفهم تركيبه الاهلي وجمهوره وطبيعه المنافسه. انت بتخش بتلعب 70 مباراه في الموسم، بتنافس على كل المستويات، بتلعب على كل الالقاب، كل مباراه ما بتقبلش الاسم على اثنين، فنتمنى انه ياخد ويكتسب مع الوقت شخصيه النادي الاهلي، لكنه من حيث الامكانيات اعتقد قدم نفسه بشكل كبير للجمهور. لا وسام انا بقالي فتره كبيره جدا ما شفتش تسعه كده في النادي الاهلي، يعني رقم تسعه اللي هو الفرود الصريح اللي هو دايما بيتحرك بشكل عرضي، دايما أيوة. بيتحرك بين الخطوط بشكل كويس، عنده سرعات، سريع، مهاري، بيلعب طبعًا. بيلعب هوا، بيلعب بيقدر يعني أيوة. هو عارف طريق الجون يعني أيوة. عارف طريق الجون. الجون ده صعب قوي يا احمد، صعب جدا الجون اللي هو حاطه ده، جون صعب جدا، صعب جدا لانه كان ورا السيرد باك كمان أوه. يعني هو خد الجامب من قبل السيرد باك، توقع، محتاج تقدير لسرعه الكوره، للمكان اللي هتوصل فيه، لدقه توجيه، يعني في حاجات كتيره جدا، لياقه، سرعه، محتاج حاجات كتير قوي عشان توصل انك تترجم اللعبه دي لجول. هو ده بيوصل اكتر لحته انسجام، الانسجام اللي وصل بين اطراف الملعب وخط الفرود ده اللي بيميز النادي الاهلي، سواء علي معلول او محمد هاني او الناحيه الثانيه ممكن بيرسي تاو وحسين الشحات او عبد القادر او رضا سليم. اعتقد ان حاله الهارموني او الانسجام اللي حصل بين اللعيبه، يعني تكاد تقول مثلا علي بادئ الاوفر من بدري لان كان عنده مساحه ان هو ممكن يمشي، لكن علي عنده دقه في التمرير، عنده دقه في الكروس، زائد اللي ترجم دوت ان هتلاقي الجامب بتاع وسام ابو علي من قبل السرد باك يعني حتى كله كان فيها اوف سايد او شك ان هو فيها اوف سايد، لكن الجامب اللي هو عامله هو ما خدش خطوه، لو كان خد خطوه بعد السرد باك وكانت ممكن تبقى اوف سايد، لكن هو أيوة. الجامب اللي هو واخده من قبل السرد باك ده اللي هو كان مبغته للسرد باك اساسا، ان هو انت ازاي انت قدامي دلوقتي. برضو دي جزء من حلاوه كروسات علي معلول، كروس معمول من بدري والسكرو الافيه اللي اتحط فيها خلاها على الرغم منها ممكن تظهر اقرب للمدافع، لكن زاويه يعني توجيهها تخلي نسامي بقى اسرع في الوصول ليها. دي الملكه اللي علي معلول ممكن حد من هنا يلعب البالونه، فاهم ازاي؟ طبعا. او يلعب الكره اللي رايحه اكتر ناحيه الجول بحيث انك تخش فيها براسك مثلا كره عاليه، لكن هو لعبها في ارتفاع مناسب جدا، والحقيقه انه عندك راس حربه في الحته دي قدر يترجم الكره دي انه يحطها في الشبكه. هي خبره السنين بتبان في الحاجات دي يعني خبره السنين، المواقف، التدريب اللي دايما متعود عليه علي معلول، الامكانيات اللي عنده، في حاجات مش شرط المدير الفني يقول لي عليها أي. بس في حاجات انا بتاعتي انا فدي بتاعت علي معلول، اللي هي الحاجات هو اكيد المدير الفني مش هيقول له ارفع الكروس كده او حط الكروس في المكان ده صح. او في الكورنر مثلا صح. مش هيقول له حط الكروس على العارضه الاولانيه فدايما دي اللعيبه، لان دايما في مواقف بتاعت مدير فني وطريقه لعب وتخطيط، لكن في حاجات في الملعب في حاجات بتاعت اللعيبه، في حاجات بتاع اللعيبه ممكن انا يعني اكيد زي ما شفنا في نهايات كتير جدا علي معلول عبد المنعم ايوه زي ما قبل كده على الفتره الجيل بتاعنا كنا نشوف جيلبرتو وفلافيو مظبوط، فدايما الحاجات دي في التدريبات اكيد بتحصل زائد ان اللعيبه بتتكلم مع بعض
اللعيبه بتتكلم مع بعض، انا مثلا هوصل لهنا انا هعمل من ثلث الملعب هعمل الكروس. فدي دايما في كره عالي برضو دي يعني اتفقنا انه لو في 9 باكات، والتركيه اللي عملها الحقيقه كولر في الحته دي انه فضل مساحه لعلي وخلال المساحه علي كان قدامه شارع، 9 باكات شمال تانيين كان ممكن يكملوا بالكره لغايه الخط او يحاولوا يدخلوا بيها منطقه الجزاء، لكن هو خد القرار بمنتهى السهوله. الله ينور عليك، الله ينور عليك. لو هنرجع بكره علي في مساحه كبيره لحد بوز ال 18 ان هو يمشي، لكن ان علي واثق في قدراته ان انا عنده دقه في الكروس ان هو يعملها من المكان ده، دي ملكه علي معلول، زائد اللي ترجم الكروس بصراحه هو وسام ابو علي. صحيح طبعا. طيب خليني اروح معاك للي جاي، اللي جاي ماتش اسماعيلي، هاجي معاك للدوري عموما والاسماعيلي بشكل خاص، بس خليني اسالك الاول عن دايلامة كولر، لانه الحقيقه ماتشين مازيمبي حطوا كولر في حته صعبه شويه. عندك النهارده سكواد تقريبا شبه كامل، ومش بس كده، مش من ناحيه الجاهزيه لكن من ناحيه الفورمه. يعني بكلمك مثلا على اجنحه الاهلي، هلاقي اقول لك الشحات، عبد القادر، رضا سليم، بيرسي تاو، كلهم مفاتيح لعب مهمه جدا، كلهم واصلين لمستوى عالي جدا. هتقعد مين وتلعب مين؟ خط النص تقريبا نفس القصه، مروان عطيه راجع، اليو ديانج راجع، الاثنين شاركوا في ماتش امبارح. اللي ما شاركش في ماتش امبارح خليني اقول لكم الشناوي، الشناوي ما لعبش تراي ماتش امبارح، لكن بكره هيكون في التمرين الجماعي. عندك اكرم، اكرم مقدم نجم مباراه مازيمبي في العوده، كوكا. عندك مروان وكوكا طبعا، عندك مروان وديانج، عندك امام والسوليه، فبالتالي المنطقه هنا انت متولي كمان راجع بقى متولي طبعا، بس متولي ممكن اعتقد شويه يعني يرمي شويه على رامي ومنعم في الماتشات بتاعه الدوري، عشان اولا يجهزوا، ثانيا يدي نفس لمنعم وربيعه متهيألي يعني، الا طبعا لو حب يستخدمه في خط النص اللي هو اساسا مدجج بالاسماء. اكيد كل اللي حضرتك اتكلمت فيه ده هيسبب صداع للراجل، يعني هيسبب صداع، ادي له حيره بشكل كبير، واللعيبه كمان طبعا. يعني اكرم مثلا بعد الماتش اللي قدمه ده، لو جيت قعدته في ماتش الاسماعيلي هتاثر عليه نفسيا، صح ولا غلط؟ مروان لو راجع ولقى نفسه بره السكواد، عبد القادر نفس الحكايه، فالشحات لو جاهز وما لقاش نفسه في حته هنا لازم تتلم. هي لازم تتلم، بس دي بترجع لعقليه اللعيبه، يعني عقليه اللعيبه، اوضه اللبس اللي دايما بنتكلم فيها، التعامل. كابتن خالد بيبو ليه دور كبير جدا في ان هو يلم ورا الراجل في اي مثلا حاجات بتحصل في اوضه اللبس، اي زعل من اللعيبه يمتص ده ويخلصه بدري بقى. لكن انا مطمن بشكل كبير. وارد يا جماعه على فكره، معلش اسمح لك يا كابتن عادل، اسمع رايك في الحته دي. وارد انه يحصل، دي كوره في الاول والاخر، دي كوره. احنا واحنا بنلعب ودي واحنا بنلعب في دوره رمضانيه، الواحد بيزعل انه بيخرج، بيزعل انه بيتعور. هو احنا هنروح بعيد ليه؟ محمد صلاح، محمد صلاح يعني صحيح. ده لسه اكبر مثال، اسطوره الكره المصريه، صحيح. انا بشوف اسطوره الكره العالميه. فوارد يعني بتحصل، طبيعي. طبيعي ان انا ازعل، يعني طبيعي ان انا ازعل ان انا ما العبش، لكن ما اقلبش وشي على زمايلي، ما اقلبش وشي على المدير الفني. دي اللي بيبقى حريص في الاهلي ده، ما بي يعني لا مش ما موجود، ما بينفعش. لا مش موجود، ومش دي اوضه اللبس، دي اوضه اللبس. لما بنتكلم على اوضه لبس النادي الاهلي وبنتكلم على مقاومات البطوله، دي سبب اساسي مقاومات البطوله اللي ما بتاثرش على اوضه اللبس. فاعتقد ان حتى كمان اي لعيب هيشارك او مش هيشارك، اكيد الراجل هيحط انسب تشكيل. طيب تعالى اخدك للدوري ونشوف موقف المنافسه فيه عامله ازاي، ونروح لماتش الاهلي والاسماعيلي يوم الاربعاء، بس بعد الفاصل. على حظك، هما بيبلغوني دلوقتي بانه الزمالك متقدم على دريمز الغني 2-0. لو الاهلي ان شاء الله تمكن من الفوز ببطوله دوري الابطال، تتمنى يقابل مين؟ اتمنى يقابل الزمالك. يقابل الزمالك، ده يبقى نهائي، بس مش نهائي، مش نهائي قرن قوي تاني، بس برضه سوبر هيبقى للتاريخ. اكيد اكيد، ما فيش شك، السوبر. اتفق معاك جدا. اتمنى صراحه. اتفق معاك جدا جدا جدا. طيب خلينا نروح لملف الدوري ونشوف كده. طبعا الاهلي ليه مؤجلات كتيره جدا، والزمالك ايضا بحكم يعني وصولهم للدور قبل النهائي. الاهلي خلاص قطع تذكره النهائي، الزمالك اعتقد نتيجه 2-0 تاهله بشكل كبير بصرف النظر عن ما تبقى من زمن المباراه. لكن تعالوا نشوف في الدوري ايه موقف الاهلي والاسماعيلي قبل مواجهه الاربعاء القادم. طبعا احنا بنتكلم طبعا على انه الاهلي ليه اعتقد 7 مباريات مؤجله في فتره ما قبل النهائي. هيكون عندنا 4 ماتشات يا احمد، عندنا اسماعيلي ان شاء الله، وبعدها الاتحاد. مباراه الاتحاد هي المباراه الوحيده
المؤجله من الدور الاول، وانا بفصل بين ماتشات الدور الاول لانها مرتبطه طبعا ببطوله دوري الابطال. بيراميدز صداره، لعب 16 مباراه، عنده 35 نقطه، زاد في المركز الثاني، زاد مفاجاه حصان اسود السنه دي طبعا طبعا، ده متوقع من اول موسم. المصري مركز ثالث، الام بي مركز رابع، اتحاد سكندري مركز خامس، اتحاد عامل برضو سيزون كويس، الجونه برضو واحده من مفاجات السيزون ده رغم ان بقاله سنين بيصارع على الهبوط وسنين يمكن هبط فعليا، لكن السنه دي مركز سادس في الدوري، 19 مباراه 28 بونت. اعتقد كابتن علاء عبد العال اللي ماسك الفرقه. كابتن علاء عبد العال طلع كمان الجيش. ما يميزه ان هو بيقدر يلم بنقط، يعني بيقدر يلم نقاط كويس، حريف بنقط. وعندنا طبعا طلع الجيش سابع، مودرن فيوتشر ثامن، لغايه دلوقتي طبعا ما ظهرش لا الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي. نروح ل بعد كده بقيه المراكز عشان نشوف مركز الاهلي والاسماعيلي والزمالك. تاسع سموحه، عاشر سيراميكا، يظهر الاهلي في المركز ال11 من اصل كام؟ من اصل 11 مباراه. ده معناه ان فاضل لنا كام؟ 23 مباراه، وده يمكن مرتبط بالكلام اللي كنت بقوله انا واحمد في الفاصل، انه اكيد الكل هيلعب. انت عندك ضغطه ماتشات غير طبيعيه الموسم ده. وبعد كده بيجي الاسماعيلي في المركز ال13 والاهلي 12، 11 اهلي 12 زمالك 13 اسماعيلي، بس طبعا الاسماعيلي لعب 19 مباراه، الاهلي لعب 11 مباراه، الاهلي معاه 21 نقطه، الاسماعيلي معاه 19 نقطه. ورغم شوفوا الترتيب والارقام، لكن ده لا يعكس لا اهميه ولا قيمه مباراه هتجمع بين الاهلي والاسماعيلي يوم الاربعاء اللي جاي. ده اللي اتكلمت فيه مع حضرتك حتى في اول الحلقه، ان دايما لازم او من مكاسب المباراه الاخيره ان انت عندك مجموعه من الاصابات قدرت ان انت ترجع تاني. صحيح، وخصوصا مع النادي الاهلي، مع فرقه زي النادي الاهلي بتشارك في اكتر من بطوله، 5 بطولات على مستوى الموسم، زائد ان الراجل بيعمل دايما عمليه الروتيشن، فمحتاج كل اللعيبه. فاعتقد ان ممكن مباراه الاسماعيلي تلاقي برضو لعيبه لسه ممكن تقدر تكون داخله جايه من اصابه، ممكن يبقى ليها دور. الراجل خلاص بيبقى عنده اريحيه بشكل كبير انه يحط انسب تشكيل من مجموعه اللعيبه اللي في السكواد بالكامل، واعتقد ان ده هو ده اللي فارق مع ده النادي الاهلي. في اماكن محسومه النهارده احمد، يعني في ال11 اللي بتبدا بيهم في ناس حطت رجلها، وعشان عشان اللي جنبها يطلعها محتاج يعني مجهود كبير، ولا تقدر تقول ان ال11 النهارده وارد فيهم تباديل وتوافيق؟ هو الراجل بشكل كبير محافظ على قوام اساسي على سبعة، يعني ترجع عمر كمال وتريح هاني في ماتش زي ده، ولا تكمل بهاني، تدي فرصه لعلي معلول انه ياخد نفسه شويه بعد مجهود رهيب في المباراتين بتوع مازيمبي، وتدي مثلا لكريم الدبيس، ولا لا تدخل متولي وترجعه سنه بسنه مكان مثلا ربيعه، ولا تخليه تكمل باكرم؟ وفي حاجات كتيره جدا مش بس مرتبطه بالمردود الفني، لكن مرتبطه كمان بالتجهيز، العناصر اللي كانت بعيده شويه واراحه العناصر اللي ممكن تبقى مجهده. هو انا مش مع الراجل ان هو يغير 4 أو 5 لعيبه في التشكيل. يعني هو مهم جدا يحافظ على القوام الاساسي اللي بيشارك بيه، ان هو بيتكلم في حوالي 7 لعيبه، وتقدر تغير في 3 لعيبه تانيين سواء على جنب الملعب، ممكن عمر مع هاني. عبد القادر خلاص الفتره، انا يعني بشوف ان عبد القادر ياخد الفتره اللي جايه، ان هو كان بقاله كتير بعيد، هتصبر شويه على مروان عطيه، وكوكا مأدي بشكل كويس مع اكرم في نص الملعب مع السوليه، قدرت ان انت يعملوا زي حاله في نص الملعب، وده مش اللي كان معودنا عليه مستر كولر الفتره الاخيره، كان بيلعب مروان وكوكا وممكن قفشه وممكن امام قبل الاصابه. ايوه مظبوط. فانا بشوف ان الراجل مش هيغير كتير في التشكيل، ممكن زي ما حضرتك بتقول يريح علي معلول ويلعب كريم الدبيس، لكن الراجل مش هيغير حتى في قلب الدفاع، هتلاقي رامي وعبد المنعم هم اللي بيشاركوا، مصطفى في حراسه المرمى، كوكا واكرم والسوليه في نص الملعب، بيرسيتاو لسه راجع من الاصابه. ايوه، فهيبقى برده ليه دور في الجبهه اليمنى. ممكن لو عايز تغير عبد القادر ممكن تلعب برضا سليم، هيبقى مستقر بشكل كبير جدا على اسامه ابو علي ان هو يقدر يديله، ان هو لسه راجع من الاصابه. اعتقد ان مستر كولر عنده بدايل كتير جدا، لكن مش مع ان هو يغير كتير في التشكيل، لان لازم يبقى عندك استقرار. وانت بتخوض في الفتره دي 4 ماتشات، هتلعب مع الاسماعيلي، هتلعب مع الاتحاد، هتلعب مع زد، هتلعب مع البلديه. انا متاكد طبعا، يعني شئنا ام ابينا، انه الدماغ هتبقى مشغوله شويه بماتش الترجي، الخوف من الاصابات لا قدر الله، الخوف من دروب على المستوى الفني، الخوف من خساره تبقى مش في توقيتها معنويا، تاثر معنويا.
ازاي تقدر تفصل، ازاي تقدر تخرج لعيبتك من ده، وازاي تقدر كمان تقنع انه في ظل تألق بعض الاسماء انه عادي ان ممكن النهارده ما بقاش محتاجك لكن المباراه اللي بعدها ابقى محتاجك او اقدر استفيد منك. انا بشوف ان دي بتاعت لعيبه اكتر، يعني بتاعت اجتماعات، بتاعت كلام، بتاعت دور كابتن خالد ان هو يقدر يفصل، يقفل الصفحات مع الفرقه بشكل كويس، ثقافه اللعيبه ودماغ اللعيبه، ودي اوضه اللبس اللي احنا بنتكلم فيها دايما، ان هم دايما خساره مكسب، بطوله من بطوله لبطوله، دايما او مهم على لعيبه النادي الاهلي. وده اللي يمكن اثر علينا مباراه الزمالك، ان احنا كنا باصين على مباراه مازيمبي، وخصوصا ده ظهر في تشكيل الراجل امام الزمالك. هنا لازم نتعلم من الدروس دي كويس، ان احنا لازم نقفل صفحاتنا كويس، خلاص قفلنا صفحه المشوار الافريقي ونفتح مشوار الدوري. طبعا لان بطوله الدوري من لازم يوصل للناس كده، ولازم يوصل للجهاز الفني كده. بطوله الدوري مهمه جدا ولا تقل اهميه عن دوري الابطال واي بطوله احنا بنخش فيها، عشان كده مهم جدا على اللعيبه ان هي تركز بشكل كبير جدا في مباراه الاسماعيلي وتنسى صفحه مازيمبي او مكسب مازيمبي. وانا واثق بشكل كبير جدا اللعيبه عندها الملكه دي بالجهاز الفني اكيد. شايف اسماعيلي السيزون ده ازاي؟ انا شايف ان هو على فترات يعني بيقدم بشكل كويس. في اختلاف عن اسماعيلي المواسم اللي فاتت؟ مع الكابتن ايهاب اعتقد ان في استقرار، الاستقرار هو اساس النجاح، ان انت بتستقر على كابتن ايهاب لتاني سنه على التوالي. اعتقد ان ده فارق حتى مع اللعيبه، ان مش كل شويه دايما كانوا ما يلام عليه نادي الاسماعيلي عدم الاستقرار المالي، عدم الاستقرار المادي، كل شويه بتغير جهاز فني. اعتقد ان استقرار الاداره على كابتن ايهاب في ظل برضو الامكانيات الضعيفه عند نادي الاسماعيلي، لكن مهم جدا تحافظ على مجموعه اللعيبه الموجوده، وفيهم لعيبه كويسه جدا ومبشره يعني. معروف عن الاسماعيلي انه بيقدم دايما افضل، يعني بينسى نتائجه، بينسى ترتيبه، بينسى امكانياته، بينسى كل حاجه وهو بيلعب الاهلي، وبيلعبه بجد كانه ماتش بطوله. هو اي فرقه يعني، اي فرقه يعني بتنسى كل حاجه، بس الاسماعيلي زياده شويه، زياده حبتين. زياده حبتين. لا فعلا هو خد بالك برضه كان في يوم من الايام ديربي يعني، وانا بقى عشان كده واسماعيلي برضه انا كنت بقول انه يعني بص الاسماعيلي بقى له كام سنه بيصارع على انه ينجو من الهبوط صح؟ بس طبعا كذا موسم. بس انا عايز اقول لك ان جمهور الاهلي بيستنى ماتش الاسماعيلي كل سيزون، يمكن في الاهميه بعد ماتش الاهلي والزمالك. بص اللعب مع الانديه الجماهيريه ليه طعم تاني، طعم تاني خالص. أيوة. غير اهلي ومصري، اهلي واتحاد. أيوة. اهلي واسماعيلي، اهلي وزمالك، دي لا خلاف عليها. يعني لا خلاف عليها، بيبقى ليها طابع خاص جماهيري. شفت الجمهور في ماتش مازيمبي كان عامل ازاي؟ طبعا يعني حاجة، ايه الحلاوه دي؟ حاجه تفرح. لا يعني لا حاجه تفرح ومسانده. يعني تخيل الجمهور ده في الدوري، في ماتشات الدوري، الدوري ده يبقى عامل ازاي؟ ما انا بيحسب بصراحه للمسؤولين زياده العدد، يعني زياده الاعداد والتامين، ده اللي احنا الكره دايما للجماهير يعني. طيب. هو اللاعب رقم واحد. سيبك من الكره والرياضه، يعني الصوره حاله بجد، حاله طبعا تفرح، حاله تقول انه مصر يعني قادره على كل شيء. لا يعني كمان الموضوع مختلف في الاستاد، يعني الموضوع مختلف جوه الملعب، جوه الاستاد، عشان كده بناشد كل الناس ان هي الجمهور حلو طبعا. الجمهور نفسه يفرح، انا مش بكلمك على الحضور، اي حد ممكن يملا اي استاد، لكن الحاله دي احنا بجد مفتقدينها جدا. والجميل انه عندنا يعني الامكانيات ان احنا نطلع بالصوره دي طول الوقت، نتمنى ان شاء الله نشوفها في كل ماتشات. وده حتى نجاح للدوله المصريه طبعا، والتامين ان انت جماهيرك ترجع المدرجات تاني. اعتقد ده انا هيشجع الساده المسؤولين بزياده عدد الجماهير، ودي يمكن على اخر سنتين ثلاثه فعلا بصراحه يعني المسؤولين عليهم ضغط كبير جدا، تحمل الاعباء الجماهيريه دي. اعتقد ان دايما ماشيين بخطه ثابته. التواجد الجماهيري ده يمكن انا عشته حتى في اكتر من مباراه، 80,000 متفرج و90,000 متفرج. الموضوع بصراحه بيبقى حاله داخل الملعب، وده بيدي دافع كبير جدا للعيب. يمكن النادي الاهلي ممكن يكون مختلف شويه، هو والزمالك ان هم شاركوا في بطولات افريقيا بفي عدد جماهيري كبير جدا، بعكس الانديه الثانيه هتلاقي كل نادي ما لعبش في 2000 3000 متفرج. مظبوط. وعلى مدار 10 سنين، فاعتقد يعني الجيل ده من اللعيبه ما عاش التواجد الجماهيري. بره غير يعني بره في ماتشات اللي بتستضيفها مثلا دول عربيه، يعني في ماتشات اتلعبت في الامارات، في ماتشات الماتش الاخير اللي اتلعب في السعوديه، التابلو اللي اتعمل بين جمهور نادي الاهلي والزمالك يدرس الحقيقه. وانا شايف انه يعني اعتقد انه في استاد زي استاد مصر لو بنتكلم على مثلا ماتشات محليه، نشوف التابلو الرائع ده في ملاعبنا هنا، اعتقد ده يبقى
شيء مكسب كبير جدا يصب في مصلحة الجميع، يصب في مصلحة الدولة، المسؤولين عن التأمين، مسؤولين عن تنظيم التذاكر، الجماهير نفسها، الأندية، اللي أعتقد من أهم مكاسبها أن الجماهير ترجع مرة تانية المدرجات. أعتقد هيبقى مكسب لكل الأطراف يعني. اكيد ما فيش شك، وده ده اللي حتى كان بيميز حتى لعيبه النادي الاهلي، هو تحمل الضغوط، تحمل الضغوط في ظل التواجد الجماهير الكبير ده. اعتقد ان اخر مباراه كانت ما ينفعش الجماهير دي كلها تروح زعلان. صحيح. فمبروك للنادي الاهلي، مبروك للتاهل للنهائي، وان شاء الله مبارك على الفوز باللقب ال 12 باذن الله. يا ابو حميد يا رب باذن الله، نورت الدنيا ان شاء الله، اسعدتنا كما تعودنا دايما على وجودك معانا. شكرا ليك على وجودك، شكرا ليكم على المتابعه، كل التحيه.